بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن القاسم الشافعي رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. فصل هذا كان فاصل من وحك لساره فصل كاسو في بيان ما أي الذي كي عدين تيسا هذي يحرم استعماله ما قاس استعمال كيسو حارانيه ومن الأواني ويلشئة يوما أي الذي كي يجوز وبنانيه استعماله من الأواني أي ما شكو جرته وحد كفهم عبارة ظهره ومن باب الحذف من الثاني لدلالة الأول والثاني يو شيخ اسكحت في محايا لكي هرات كفهمي. فصل كانوا حو شيخ وقهد لدونا رحمه الله تعالى وروحا نكل حجرنا ظهارة يا أحكام تيدي وروحا نصو قادني مباحث طبان أما طبان مسألة يا كتاب الظهارة لوقهد لا وحلوقهد لا نصو قادني وضوء يتيممك يغسلك يزالة النجاسة سدح ذا سبحان ليرا أفرتا سبحان ليرا مقاصد الظهارة مقاصد الظهارة أفرتاس أي الغم عابا والوضوء والتيمم والغسل وإزالة النجاسة أفرتاس سبحان نري مقاصد الظهارة أي الليرا مقاصد الظهارة وحاجر أفركله ووسائل الظهارة ونسوق هذا الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ أفرتاسنا وحلرا وسائل الطهارة لبنا وحين نواهيد وسائل الوسائل لبدا وسائل الوسائل كوحان كشيغني الأواني ويلشة وأولك بيها أتكو شبانيسو بيها أتكو قبيسانيسي بيها أتكو ويسيسانيسي يوحوال بأو الراعة مسألة داس ويلشي هي الاجتهاد يدلالك هل كان شيخ محروف وكقد قلي وسائل الوسائل كي قيب كمدة وويلشي ويلش شرعي أي حرامته هاي إن لا استعماله هي ويلش أي بنانته هاي إن لا استعماله لا بد أسو شيخ كهذا وبدأ شيخ وحو بالله بالأول بالنوع النوع أيوب الله بالنوع سؤال أول أجهر هي أيوب الله نوع أجهر هي محوك لجدا ما يحرم استعماله من الأواني ولا شيء حرامته إلا استعماله قيب تاسو شيخ بالله فقال وحير شيخ ولا يجوز مبنانا في غير ضرورة ضرورة غير كيدك مبنانا للرجل إننا مبنانا أو امرأة أم هويني مبنانا استعمال شيء شيء استعمال كيس مبنانا إننا مبنانا هوينين أم بنانا شيء غاسو من أواني الذهب والفضة ويلش الذهب كي يفضة كمدة رقنا وكحاران هوين كنا وكحارام وحويل ذهب لقسمي أما فضة لقسمي شيخ مركا وحكسو الرابي في غير ضرورة هذا ليس ضرورة جرين ضرورة هذا ليس جرين لأن الضرورة تبيح المحظورات ضرورة وحيالها حرامتها أيكوب بنين مرك ضرورة هدي سنجرين محل جلتشيلة هدي ضرورة أي جرتو شيخ إبراهيم الباجور وحوس قال هي في غير ضرورة فإن دعت ضرورة هدي ضرورة أي أقوي يرتو إلى استعمال ذلك والذهب كسميسن أما في ذا كسميسن إن هذا استعمال هدي ضرورة أي كوجح بارتو كمير ودين بكسر الميم من ذهب أو فضة مروتك وآلة كل وأبهل كان مارك تقرأ كان مارك إندكوشة سيد الله درسده إنده أساس الله قمر سنعي بالك يركها وقرأ قاسا وحليرا مروت الليرا كمروت آلة إندكولش بكسر الميم من ذهب أو فضة أو يكتحل به وكو إندكولنا لجلاء عينه سيعيش إشي سيقول نورت إشي يكحن وصنعيسا markasi ushu ay ugu caafimaado ay ugu noorto ayaa waxa loo soo qoro dhaqtarku u soo qoray
وإن الذهب استعماله بهلك مروتك ساس إن ده أقوى كولا لير سيشو أيكو عافمات دوا ضرورة وأوبنان تمرك هدي دختره عديه كان أخبره طبيب دختره أشياء طبيب كاسو عدل رواية عادل كرواية ضعه يعني عدل الرواية يوحك للجرع عدل الشهادة عدل الرواية هي عدل الشهادة فرق يا ودحي عدل الرواية هدي اللي يراه لا يشترط فيه الذكورة ولا الحرية عدل الرواية اللي ما شرطيه إنه قفك النية هي إنه حرية أنا اللي ما شرطيه لكن هدي اللي يراه مسألة عدل الشهادة الله شرطيها ما ها شرطيه مركا الذكورة والحرية ننما نوا شرطي قفك إنه حرية أنا وشرطي مركا شيخ ساسو كالجيدة كان أخبره طبيب عدل رواية روح دختر أو عدل الرواية أشياء عدل الرواية محل قال كذا لا يشترط فيه الذكورة ولا الحرية من من اللقمة شرط يحر إنه دخترك يهنا شرط معها ولو دخترك بهوين يهنا نقض ولو أضان هنا نقض دخترك كل شيء دخترك هسوي حكول شيء بأن عينه لا تنجلي إن يسمع في مادين إلا بذلك إيش أسوكم النور يسوا يعني بالك الذهب كا هذا كم دكورا جاز له استعماله أقول أن أنت أمرك استعمال كيسو ويقدم حون هرمرنا المرود من الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معا بل قالوا إن كولانا يو الذهب أما فضة هذه إسلية لان فضة استعمال فضة أي الذهب ككهر مرنا هذه دبات كوغيس وبعد جلاء عينه إشيس هذه وعاف ما دانا يجب حواجب كسره إنو ججبي بل كو إن كولانا يو الذهب كها أما فضة وإن وجب واجب لأن الضرورة تقدر وحلقو قدرها بقدرها ضرورة قدر كذا لما نفسي ضرورة ماشي شرع وكو ضروري قدر كذا لما نفسي انكر ما أنت أتكو عافي ما ديت بحلك الذهب كاتكون لك ولا نيسد أين جيجي بيسوي لأنه يقول بالضرورة كانت الضرورة دينا واتكو قدبت الضرورة تقدر بقدرها ضرورة قدر كذا لو قدرها مرك في غير ضرورة مسألة الشيخ ولجدة ولا يجوز مبنى استعمال شيء شيء استعمال كيسة شيء استعمال كيسة مرك كليه شرحه محوك لجدة شيء ولو كان إبرة من ذهب عرب الذهب بقى الله كده عرب حتى درك الوقت لناي وحارن هذه ذهب تايو شيء ساس ولجدة لا يجوز استعمال شيء وحير حتى استعمال كيسة مبنى ولو إبرة من ذهب عرب الذهب بقى الله كدقو عرب الدرك أتكتو لنا يسا الذهب ذهب أتكسى ما يسد ما بنانا استعمال شيء شيء قاسو من أوان الذهب والفضة ولش الذهب كي يفضة كم إذا استعمال كود ما بنانا لا في أكل عندك ما بنانا ولا في شرب عبيتان كينك ما بنانا ولا غيرهما عندي عبيد غير كودنك ما بنانا والذهب أين أدوح كعنت والرشين لقوه كان أما واح كعبت ذو قلاص الذهب أدوح كعبت ما بنانا عبيد يعنت غير كودنا كم بنانا عبيد يعنت غير كودنا ومثلا وسدي لقوه كان والذهب والذهب وسدي به وسدي لقوه كان به أدك قبي سنة يسي والذهب لقوه كان حرام لأنه حوى خيالا أكد لنا وكبر كبر وخيالها صلى الله حرمه وكما سيدي يحرم وحرام ويهي استعمال ما الذي كي استعمال كي سي ذكره هو ما قال سو شيغي وخي لا سو شيغي او ويلشي ذهب كا استعمال كو سيده وحرام ويهي ايا يحرم وحا حرام وا اتخاذه اتخاذ ما ذكره كاس لا سو شيغي سمي سيغي سينا وحران من غير استعمال استعمال الان ان سميسته وحران في الأصح سيدا صحنا بنهضانو قبنو حتى أديكم ويلك الذهب كاستعمالي نن إن تجوريان كشر رحاتي هذا أرماجة تجوري إتهلا وحنا ما كوعنايو وحنا ما كوعبيو ما نكوي سيسنايو قف كجوري مركو إيشو قالوا إيش هكو ورد عدو قل كي مركي لسه قالوا إيش هكو ورد عدو هل يرى ما شاء الله ولا الذهب ولا الذهب أرماجة أصارا حتى تاسم بنانا حتى تاسم بنانا وذات رياضية وحنا وحنا نقول ما كعبي وحنا كم عناي لكن جوري كان كشر حناها يا ولكن ذهبك سقفك جوري سواق قال ويراه ما شاء الله
هير كاس وقاريبه ولا الذهب إن أرماجدي أي وش رحنت حتى تاس ما بنانا شرعي شرعي تاس حتى أكو ما بنانا يحرم وح حرام اتخاذ ما ذكره كل سوى شيء جاي سماي سجي سنا وحاران من غير استعمال استعمال الآن إن حتى على سك سمايسته وكيد أتكد قتيد ما بنانا في القول هذان قبل قول كاسو على صحي صح نماذج بدل سيد الصح ده الراجح هذان قبل نوي هو المعتمد قول كاس الراجح ويحرم وح حرام أيضا لا بش سيد هروك الوح حرام الإناء ويلك أي حاران ويلكاسو المضلي لقد ربي بذهب أو فضة ويل بيه الذهب كالمرمري بيه الذهب ويل كان مثلا وحكسم يسني هاي بر عادية أما الدق وحكسم يسني هاي أما قري وكسم يسني هاي لكن بيه الذهب كي بيه فضة أي كرك اللقى مرمري اللقى قرحي حرام ويحرم حرام أيضا سيدي هروك الإناء ويلك أي حرام ويلك سوء المدلي لقد ربي بذهب أو فضة كرك اللقى مرمري بيه الذهب بيه الذهب كي بيه فضة أي كرك اللقى مرمري حرام ويا سجن ما لقوا سقادن كرو وحنا لقوا معبي كرو وحنا لقوا معوني كرو قريقنا لقوا مشرحن كرو ويلك نوع عاسو لكن ما شرط ديه ويلكاس بيه الذهب ككر لقى مرمريي أما بيه في الله ذكر لقى مرمري وحاران مركل ليه هاي إن حصل هدو كسو حصله من الدراء دروبدي ويلك بيه الذهب كلقوا دروب الشيء شيء هدو كسو حصله حاران بعرضه بسبب عرضه عرض الإناء ويلك بندقدي سيسابتي سهدي الشيء كسو حصله على النار دبك الله بندقو ويلكي مركي دبك الله ساره هدي أي وح كسو حصيل أيان هدي وح كسو حصيل أيان محل قال كذا مثلا ويلكي بيها الذهب كلا مرمري أما بيه في الله كلا مرمري مركي دبك الله ساري ذهب كي انتو على علي أي وح النغن كرا وح سوق اللي جي سنكره أو متمول أه أو لما عليسته أي كسو على علي ومثلا وح الجرام وكلا مثلا كسو على علي ولا يبسن كرا سوق هدي اللي راقيمة يالن كرا ولا دي كرا ويلكي مركي دبك الله ساري ودلالي ذهب كان ونور دلالي ذهب كان واي مسا ونص جرام وهل جرام نسكيس ويوم يقو جو هل جرام نسكيس شيء تمن دولار ونوقين بس لعقب ملقوش شيء وحاران هل دولار بهل قوش شيء ويحكي كسر حسلي وكسر دلالي نص دولار هل قوش شيء وحون ماله مالي مسألة كل جنتاي كل سنتاي وح مال قوم مجابة بهدي وكسر دلاله دبك مركي ويلكي لساري حرام ويوالكس ويجوز وحا بنان استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة ذهب كي فضة غير كود غير كاس ويلكيس استعمال كيسا أي بنان ويلش الذهب كي فضة أنا هين ولا استعمال كرا ويجوز وحا بنان استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة ذهب كي فضاد غير كود غير كاس ويل كيس استعمال كيس أياب بنان أو من الأواني ولا شيء كلا ولا شيء كلا ذهبنا أنا هين فضنا أنا هين ما قاعد دونان هاي عشان وحي دونان ويل كوه كسم يسناد سود دونان هاو قروح بدناد ما لا فيرناي أمو ذهب يهاي أمو فضة يهاي ما هو عرب ويل كاس هالنقض وحلال جوهرها كسم يسناد باشن جوهرتها يبدل لقى كأنه يلؤلؤة لؤلؤة جوهرتها إيو باللورك بالكم باللورك اللي راه قروح ذا بدنه ولاش قروح ذا بدنه باللورك أما اللؤلؤة أما جوهرك صوت أنا ويلكوا هالنقض وحلال دوسن ذهب يفضى هين ذهب يفضى وأنا دسك إلى عالمه من الأواني ولاش يأ ولاش أسوء النفيسة وناكسن أو قرحون ولا القروح بدن وندهب في ضاهين حلاله محاكمة وذلك كإناء ياقوت ولكي جوهر تكسم يسناؤك وأول جوهر لقسمي أما باللورة لقسمي أما عقيق أما مرجان أما زبرجد لقسمي أشياء هذا سقالقة وحلا سقالقة هذه لقسمي قالك استها النقض حلاله يكوبنا دوسن دهبنا هين في ضنا أوصنا هين
ويحرمه حرام الإناء ويلك أي حرام ويلك أسو المضبب لكري والقدجي يعني القكري بضبة فضة فضة كريد دي فضة كريد دي والقدجي عد فضة أي لسوقوي مركز ويلك قيب كميد القدجي وحرام فضة أسو كبيرة أي وين قيب وين في الله ويلك القدجي عرفا من عرف حق عادة وين وحران في الله سوى لزينة لأجل الزينة قروح درتد أسوك ناتو قروح أدول جهد ويلك إناد قروح حساد أدول جهد حرام ويلا شيخ وحكسوا هذا لي مسألة الدلاء مسألة الدلاء محنك لجهدنا ويلك بيه الدهب كالمر مريي مسألة دي وانسوا قادا وحرانا نري هذه الدبكة هذه لسارة وحون متمولة والله ما عليه استوى كسر دلنا يا وحون رواينه كهذا لهذانا مسألة ضبطي مسألة ليه ضبطه وحوي ولكن قيب ذهب كم إذا تسوي جرتي أما في الذي قيب كم إذا تسوي جرتي ولكن يد كل جيس مسألة الشيخ وسهر مري مركوا في الذي هذه ولكن الجود جيو قيب كم إذا محون نقن ولكاس وعلى كلا قادي إلى علماء فوق هذا إلى تضبط مسألة أجيب الجارسيين ب تضبط مسألة مسألة تضبط مسألة كردة ويلكي يعدها ما عد في ضاع أنت اللي سوقه يي لقول الجي تفاصيل بدن العلماء كبيحي إن شيخ وحوك يري ويحرمه حرام لنا ويلكي أي حرام ويلك سؤال مضبب لقول كري أما لقول الجي بضبط فضة فضة الدجنتي دي فضة الدجنتي دي وقيب فضة كمدة أي الوجود شيء قريب تاس في الله كم ذو كبيرة وين عرفا من عرف حق عادة وين قريب تاس في الله كم ذو لزينة لأجل الزينة قروح درت الأصونات وحارا في الله قريب كم ذا دوالك وكل جسي محات كل جهة هدي الوجود دينا وحد لا ذهي قروحا ولا شيء ذا ويل كان رواين ويقرحونات وحارا حارا فإن كانت هديتها الضبط عدكاس في الله آه أولك أد كل جسي كبيرة مد وين هدوية عد وين أد كل جسي كبيرة ذا سؤال لحاجة لأجل حاجة ضن أسقناتي أولك عد في ضاءه وين أياد كل جسي هدي سؤال ويديو لقرم حاد ولجي دانا وحد لا دهي باهية إيقايسي أولك وإيقاج شبي أولك وإيقاج شبي ماشان إيقاج شبتي أيان رباه إنهم كبوحي يعد في ضاع جاز جاز ذلك حكم كاسو بنايه مع الكراهة كراهي يمعيقذ كبنايه هذه حاجة يكوك أنت يباهي والكي يكاجبي ماشي وكاجبنا أياد في ضوين ورجس عد وين وفي ضاد ورجس كراهي أو أمس كانت الضبط لبضى قيبتها تكون رجس وفي ضاد وحياتي صغيرة وحير عد يرد كل جس عرفا من عرف حق عاددنا أير حق عادد محوك لجد الشيخ وضدك عادد وضع الله بندق وحن موينيهين مسوا يري عادد ضدك مرك الله سوا بندق عد ير أياد ويلك كل جس وفي الله عدك أسيرو لزينة لأجل الزينة قروح درت يدو سقنات كريهت مسألة سيدنا والله النعي وكراهي عاد يرو في الله هذا ويلك كل جس ما حد كل جهد هدي اللي يقولينه حد كل جواب تي قروحا ولا جهد وكراهية أو مس كانت الضبط الصغيرة عاد كيرو في الله وحوا هذه لحاجة لأجل حاجة باهي درت باهي لك أنت أولك يا كاجبي وحيرو في الله هذا كل جس فلا تكره مسألة على من نعي مركا محايا لي باهي لك أنت قيبت في الله هذا كل جس أنا ووحير كراهية مركب ما كراهية ما هنو ويبنانتا يوا جواز بلا كراهة ويبنانتا كراهية ما ها انت سوى حو شيخ وقهد لي عد في الضاء هدي ويلكي الوكرو سيدا سالوك لقاد قادي هدي ويهي وحوين أداد ويلكي كل جسي قروحنا أدو لجيدا وحاران ووحوين قروحنا أدو لجيدا وحاران هدو وين يهي لكن باهي أي كوكو كلفتنا
وبنان يهي لكن وكراهية هذه الضبط عدك ويري يهي لكن زينة أي تهي قروح أدولة جيدنا كراهية نقل هذه عدك في الضبط ويري يهي لكن باهي أي كوك أنتنا ويبنان تهي بلا كراه ساسو شيخ وكالقات قادي مركب انت اسي مركب ومسألة لما أنت تكون سابسا في الضبط ذهب كي هدان كل جيه والكينا ذهب هدان والكي كل جيه محي نقل أما ضبط الذهب ذهب كل جنتيسي ذهب كي وقيب كمدة لقول جي والكي فتحرم الضبط كل جنتاس وحرام مطلقا حالا لك القاضي ديب الذهب وياه وح والك أت كل جنيسه ملك القاضي أي كبيرة كانت أو صغيرة لحاجة أو لزينة كلها أو بعضها والذهب كقيب تأدوالك كل جسي وعدوين ووحير باهي أكوك أنت قروحة دولة جيدة كل جد وقروحة دولة جيدة قيبنا قروحة دولة جيدة قيبنا باهية دولة جيدة الذهب ما بلقى هذا لا يورش أخ الذهب الدادح كل جسته وحاران كما سدي صححه ماغاس النووي إمام النووي سيدة صحيح كاليالي إمام النووي صحيح كاليالي الذهب إنا بلقى لقادل ذهب إن ويل ود جستو تراهيد ويل كي أجد شبي أو قيب كم إذا هن ويل كي أنكو كري وعدير وعدوين قروحا ولا شيء ذا ما يباهيا ولا شيء ذا ما بلك رفيرنا يب دي بالذهب وياه سيدا إمام النووي رحمه الله تعالى ورجحي وحكور رجحي كتاب كيس من هاجكا كتاب من هاجكا أي مسألة الشيخ كل شيء جو وحيري قلت المذهب تحريم ضبط الذهب مطلقا عبارة من هاجك ساسية قلت وحن لا يوري إمام النووي رحمه الله تعالى المذهب مذهب كإمام الشافعي وحويه تحريم ضبط الذهب مطلقا ذهب كوحل قدجي وال قدجي إنه حرامي هاي مطلق إن الله كلا قادم ساس وشاخه وراجح كده مركب مسألة وحن لو يقان مسائل الضبط مسألة دي كردة أما مسألة دي كدجنتة أي مسألة لو يقان ولا كلا قادم مركب لما مسألة وحاران مسألة كل جنتة ويلك واحد كل جنية لما مسألة وحاران حاشية بجوري جنا هوس وكاجا قرها عقول يا شيخ وحاصل مسألة الضبط مسألة كل جنتة ويلك واحد كل جنية حاصل كذا وحوي أنها ضبضة إن كانت كبيرة هذه كبيرتها كلها للزينة ووحوين قروح هذا ولا جدة أو مثلا بعضها للزينة وبعضها لحاجة قيبنا قروح هذا ولا جدة قيبنا باهية كوك أنت حرمت مسألة وحين نقنا حرام في الصورتين لا بد مسألة وحين نقنا حرام عدوين أتكون جيسي أو كل يد قروح أدولة جدو قيبنا قروح أدولة جدا قيبنا باهية كوك أنت لا بد مسألة وحين نقنا حرام وإن كانت الضبط كبيرة كلها لحاج هذيت قيبت في الضد أتكون جيني سويلك ووحوين كل يدنا باهية كأنت أو صغيرة كلها للزينة أما ويرتها كل يدنا وحاكينا قروح أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة أما قيبنا قروحها كنتي قيبنا باهية كنتي كرهت لبضي مركز وعلى النعي في هذه الصور الثلاث سد هذا المسألة محين نقنة كراهية وإن كانت صغيرة كلها لحاجة هذه لبضي أيتهاي لبير كل قيدنا وحا كان باهي وبيحد وعلى بنينا في هذه الصورة مسألة محين نقنة جائز بلا كراه بلا كراه مسألة أقدم بيسة تضبط وتضبط مسألة مسألة أقدم بيسة ولو شك هدو كشكيو في الصغر والكبر عد كان ويلك كل جيه أو في ضدا ما يريها مسواوين يهي كرهت لأننا نحن نقول إن لك هذا هو كراه نقول تضبط مسألة ويمر تضبط مسألة ويلبا مسألة وحين نقول جي حاران لبا مسألة وحين نقول حاران سدح مسألة وحين نقنا كراهية لما هل مسألة وحين نقنا مباح مسألة الشك إذا وحين نقنا كراهية مركب كراهية أفر مسألة يكون نقنا إلا مسألة الشك هذه اللي قدر مسألة الشك هذه اللي قدره وحيكون نقنا كراهية أفر مسألة أي كراهية يكون نقنا لما مسألة وحيكون نقنا حاران يكون نقنا لما مسألة حاران أي يكون نقنا مركب
هذه أيتها الصغيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجتنا وحيكون نغن إيها المسألة أو جائز بلا كراهة ساسي نو نغن مرك لا شيخ وحنا شيخ إلا بمسألة أو حرمت في السورتين لا يس مسألة وحوي وحاران سدحنا وحنا شيخ كرهت في هذه الصور الثلاث سدح صورة وحنا شيخ إن كراهيتها سدح ذا صورة وحد كدري مسألة الشك أيضا كراهية شيخ وكل شيء سو أفر نغن مايا نفرت مسألة مرك أفر مسألة كراهية نغص بحدي أفر مسألة وكراهية يلا ما مسألة وحارانة يهل مسألة وآه جائز بلا كراه أنت أسوي مسائل سألك حاصل كي أنت أسوي فصل هذا كان فاصل من وحكى لساره فصل كاسو في استعمال آلة السواك عاديق آلة ديسي آلة داس استعمال كيسي أهادي وحا الشيخ رحمه الله تعالى هل كان أقهد لي عاديق استعمال كيسا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وإنه أماني وحونا كم دي هاي عاديق شريعوين كقديم أيو كم دي هاي سيد النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه حديث كي وريني طبراني وحكيري هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبل كان هو عدي جي يا أنبياء يجهو الرئيس عدي جوديو مركا حديث كأو حلقة فهمي طبران ورينا يو أنبياء ضرن سنة أي سمي جرين سنة أي سمي جرين إنه يهاي وحكى له سجن هذا عدي جو ومرضاة للرب ومظهرة للفم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كويري ربنا وري لجري يا عدي جو أفكاغنا وكون نديفيا أفكاغنا وكون نديفيا وكو إدقيا ربقانا وكاغر رالي النقضة عليكم مركب فائدوين فربضان وإسكاليه فائدوين كإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيس مجموعة أي دور فائدة وكو شاقي وحكم إذا فوائد الشيخ وشاقي إنه يسهل نزع الروح قفك عليك بطسده روح ذو مرد بتوير إمام النووي رحمه الله تعالى مجموع وقهد لي مركو سواق وقهد لي سكراتك إلهي أفضل قفك السنة داس أد وقد داش سنة دا عادة قفك قد دالة وبطسية يسهل نزع الروح وحفظ دايا قفك الروح أدو مركي لغا سيبايو إن إلهي أوسن كد بن سبحانه وتعالى ويضيب النكهة وحوكلو أدقيا أو عرفيا أفكاغا يعني الدويش إيو كركا أفكاغا كسو بحينا دادك مسلمين تو كمد بتونايا ومر والبابو حد نقانا يقف ماركتاي أفكيسو وإسكا أدقيو وإسكا عرفيو أيو النقان ومرضاة للرب فإذا كيسو حاكمدا إن ربي أوري لك لنا ربي قاء وكاقر رالي النقان أيا كمدا واقتداء برسول الله فإذا كيسو حاكمدا كد يشون نبي قاء نات كد يانا يسو صلى الله وسلم وبارك عليه ونبي قاء رات كيسي صلى الله وسلم وبارك عليه إنات كر راعيسو ويؤخر الشيبة عرضنا الدب والدقاه إمام النووي رحمه الله تعالى وفك عادق آد وبتصدى عرضوا كمسو الدكتور إمام النووي رحمه الله تعالى فإذا ينبضن أي كتاب كيسا مجموعة وشيخ كشيغي رحمه الله تعالى وهو عديق من سنن الوضوء وسد سنوين كذا أي كمديه ولب سنوين كوحو كمديه السنن الفعلية الخارجة عنه سنوين كفعل كاللقصم لو قعنت اللقصم إنه فعل وحل آخرين يماها عديق وفعل سنة فعلية السنن الفعلية الخارجة عنه سيد حاشيه وكاغر ديغا شيخ ابراهيم الباجوري سنوين كفعل غا او كبحسن وسقاتك كبحسن ما لغا جيدا انت ادن ويسدي بلابن اياد اسغا بلابن بناء على ما قاله الرملي وحن مساله كو دويسنا شيخ رملي هادلكي او يري من انه عدي قبل غسل الكفين لبدا على علود انت ادن دقن اسغا حتى كا هري اساس الرجح امام الرملي فيحتاج حبها الى النيه نيدي السنة وين نيسة عدق نيدي السنة أو نيسة لأنه سابق عدق وحكاه الرياء على نية الوضوء فلم تشمله نية الوضوء مركب مكهول منبا نيدي وسقاتك ما بسوه سكلي محايله وبكه الرياء بوسقاتك وانت هذا يعني قعميه الدقن أيها السجل رباه إمام الرملي رحمه الله تعالى أود داخلة فيه أما وحكمي دي السنوين كوسقاتك كل حجرة
بناء وحن كل سينا على ما قاله ابن حجر شيخ ابن حجر وركي ويري وسوء رجحي من أنه عدو بعد غسل الكفين وابن حجر سوء رجحي لبضع على علود مرك الله دقوك بعدي أي الله عليه سنه فلا يحتاج مرك ومباهنا إلى نية مرك عدو نية عصب ومباهنا لشمول نية الوضوء له لأنه النية دي وسقاتك كل من يسوه مركي قعميها أدرغتك بعدي الله عليه سنه لابن حجر ومسائلك وحكم ذيهن ابن حجر الرملة يسكو خلافه وما حوي السنة ووسقاتك كب حسن مية مسوي وسقاتك يكون حجرة أما السلام وهو عدق من سنن الوضوء وسقاتك سنة ينكي سو كم ذيها ويدلق حكلا لقو إدلاقا السواك عدق حكلا لقو إدلاقا أيضا سليهر على ما أي الذيك يستاك به ما قاس لقو عدق السنة عدق shayga aad ku cadeysanayso qoriga naftiisa qoriga cadeyga aad ku cadeysanayso siwaak waa la yiraa maxaa kale siwaak la yiraa ficilka cadeysashada ficilka aad yaani gacanta sidaas aad u marmarinayso ilkaha siwaak waa la yiraa qoriga aad ku cadeysanaysana siwaak waa la yiraa labadaba siwaak waa lagu idlaaq wayudlaqu siwaaku siwaak waxaa lagu idlaaqaa aidan sidii hore calaamaha ay leedii yustaaku bih maaga lagu cadeysanayo oo min araakin geed cadaygii ah iyo wanaxwihi naxwi al-araak geed cadayga wixii la mid ah geedkaas geed cadayga la yiraa iyo wax walba la mid ah oo cadayga loo isticmaalo waa la yiraa siwaak waa la yiraa siwaak wa siwaaku siwaaga ay isticmaaluhu isticmaalu siwaaki cadayga isticmaalkiisu mustahabun ومد للسنيي وسن استحبه الشارع شرع السنيي وطلبه وانا الطلب الشرع على وجه الاستحباب قاب سنه الطلب ولمواظبته محايل النبي ان الدائم جري صلى الله عليه وسلم وبارك عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدو اد الدائم جري النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسواك اي استعماله استعمال كيس مستحب ولا سنه في كل حال حالت كستا للسنيي حالات أوسن سنة هاي ما بجربه حالات كستوى الوسنة عليه أي كقيام مركا تاجنتها وقعود مركا فرديس والدجاع مركا جيفانيس وغيرها مر والبابو حالات كستوى السنة وفي كل زمان نماشي كو جرتها في كل حال حالات كست وفي كل زمان حالات كستوى السنة هي زمن والبا ولا يكره عليه الله منعه تنزيها كراهة تنزيه كراهية تنزيها لما نعه كراهة وحي وقيم سنة الله وقيم كراهة التحريم هي كراهة التنزيه مركب وحي وكالجة هذا الشيخ النوعي لديه جري كراهة التنزيه وكراهة أن حرامت أهين تاس حتى ما أها عليك كراهة حتى أن حرامت أهين وكراهة عادي قاهد وكراهة التنزيه الليرا كما جرت مسألة داس عليك ومقشو مسألة داس عليك إلا بعد الزوالي قرحة الزولي دي ذاك بعد ما هاني للسائم هذا كان بالنسبة النسبين وهذه للسائم قفك صومنا لو نسبيه قفك صومن مركي لو نسبيه مسألة عديق وكراهية يهي وحكجرة قف صومن وجوغ بعد الزوال بعد الزوال وحالو لجدا يعني مركي الظهور كي لقاريك بعد وقل رحض مركي برتمها عركة أي كوريكتي ودنع قل رحضع وحير أي أسكتيو وحلق الظهر كي لقاري حلق قفكو هدو سومن يهي سواء كان الصوم فرضا أو نفلا أما الصوم كو هنقض الصوم واجب أما الصوم سنة هنقض مركاسو عليك كليه وحو يهي كراهة تنزيه وليبا كراهية النوع اللي يراوي كراهة تنزيه تحريم ماها يعني كراهة تحريم ماها حاران ماها كراهة تنزيه مركاس كليئة أي عليك وحو يهي كراهية فرضا واجب كان الصوم صومك أهايا أو نفلا أما السنة أهايا صومك أما هالنقض واجب أما السنة هالنقض مربه دي لقارو حلق الظهرك وكراهية وكراهية ده سنة السببتا يكون علايان علماء نبي قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه حديثك صحيح وحكيري لخلوف فم صائم أضيب عند الله من ريح المسك حديثك بخاري غير كي ورنايا قفك صومن أفكيسة حيا بدا سارا أيا إلهي أكتيسة وقعرف بدا مسكك
مركا خلوف كاسنا وحوي ماذا غالبا حلق الظهر كمركي لقار مركا وحاس إلهي أكتس وعرف بضن مسكة إلا الزوليو أيال الديدة هياو خلوف كاس إلا الزوليو الديدة وحي الظهر ككور رأي يهبين كي يردن إسك عليس لكن بعد الزوال وحوى يكراهيو وتزول الكراهة كراهية عدق قفك صوما وحي كزوشا بغروب الشمس قرح هذا العدة ذي كزول قرح هذا هدي دعاده كراهية ذي ويزوشي وضع علي سنكرتاو ذا صوما نيدو واختار وحو دورتي الإمام إمام كي وحو دورتي إمام كاسو النووي إمام نووي لو نسبي وحو دورتي عدم الكراهة كراهية الآن أيو دورتي مطلقا حال مسألة عادية على القادم قبل الزوال وبعد الزوال بكراهية ما هنو الإمام النووي كم تاع مسائل كأودارتي وسجارة وسوى اختيارات كيس كم تاع وحق الدليل أهان وشيخ أودارتي من جهة الدليل حق الدليل أهان أي شيخ كدارتي أوحوا لي هاي دليل هاد الجوني وهو ست وصة ويريان لا عادي سن بعد الزوال والدليل كعت مجره أيو ليه هايو أي من جهة الدليل ودارته لأنه لم يصرح فيه دليل كالقمع الدين بالكراهة دليل قوني القعد كراهي مجره وإنما هو بطريق الفحوى ولا قفه مما هانو ليه مويه وحعد مجران ليه ما منو دليل عدو يري يان الله عليه سن ظهرك كبعدي قف صوما دليل عاد مجره وحن لقفه ما يموي لا من جهة المذهب وما أصن دورا شيخ هذا حق مذهبك ما يروي الله مذهبك مسألة ديس دليل أهان وكهد للشيخ مويه مذهبك إمام الشافعي وكل سنة هاي وكراهية ساسو كل سنة حق الدليل أهان والشيخ ودارتي واختار وحو دارتي الإمام النووي إمام النووي وحو دارتي عدم الكراهة كراهية الآن ودارتي مطلقا حالا لك القادم مطلقا محالا لجي ذا قبل الزوال بعد الزوال ربط. وهو أوي سواك وعضيق في ثلاثة مواضع سدح ميلود لحدود حال وهذه أشد مدرنا شبضاً استحباباً من استحباب حق السنين تأيو أدو قسي درنا شبضاً أي أقوى وحوق بدن يهي ندباً أي اللي قلت حق السنة دو كحوق بدن سدح ميلود وسي أجر بدن يهي سدح ميلود أدو قسي أجر بدن يهي عدو من غيرها غير ثلاثة سدح لاس غير كذي أيو كسي أدق يهي كسي سنة نمب بدن يهي وسدح لان أشياء كلو غير كذا كونا كسي أجر بضم أحدها أحد الثلاثة سدح ذا اسم كود عند تغير الفم أفك إسبدل كيس أكتسو هذا من أزم لأجل أزم مصنان درتد وأفك إسكو بدلي يعني أفك هي سو كريبا قرمونا كسو كريب مددرات مصنيد أفك يا مرك قرمي سو كريب مركز آذا لغو سنية مركز آد أيال وغوصنا يا سيدات كويسان كوغو ربطانيو قيل وحال ليري هو أزمي سكوت طويل وآمس دار المددار هذا آمس نادو قيل وحال ليري هو أزمي سكوت آمس وي أيال آمس كاسو طويل دار وقيل وحاكلو ليري هو أزمي ترك الأكل لي عندك تجديده ومددر إن هذا محبعون دور ساعدود سحكت إن هذا محبعون أي أفكي إسكو بدلي لا بد بعض المذا يكون فسرا وهذا يقول إن أفكو إس بدلا على جل جدا أما آموس إسكو بدلو دير هذا مستي أما مددر هذا محبعون أفكي هاي إسكو بدلو وإنما إن كلامه قال الشيخ وحويري وغيره أيو كدر عند تغير الفم أفك إسبدل كيس أكتيسة من أزم آمس وأفك إسكو بدلي وغيره غير الأزم آمس غير كيس وأفك إسكو بدلي أما آمس دير وأفك إسكو بدلي أما وحكل وأفك إسكو بدلي ساسو شيخوير ليشمل قول كاسي سوء أكل ميو أي وغيره قدري تغير الفم أفك إسبدل كيس سوء أكل ميو بغير أزم آمس لآن وأفك إسبدلي سماش مسألة سيؤسو قشو يعني لو غيره وحشاخ ولجدا افكاغي وحو اسكو بدلي اموس اما وحكلو السبب كلو اسكو بدل الاسباب بدنا كيني كرتا اموس كلو ما كيني كرو افكو انو اسبدل اسباب بدن ايا كيني كرت محاكم اذا اسباب تكيني كرتا
وذلك كأكل ذي ريح أرمد صاحب عندي سيوكل ريح ذا سو كريه إلا نعي ومن ثوم تونتي وبصل بصشي وغيرهما لبدا صغير كودا تون عنتي بصل عنتي مركز أفكي إسبدلي أفكي أي مركز إسبدلي كراهية وغير مركز وحوي يعني السنة السنة دي آد لغوصي أتكيون آد لغوصي أتكيون السنة دي إن مركز عادي ستيدو وثاني مثل اللبات ويساقنا السنة دي سؤاد أي أجر بدنتهاي عند القيام استاق أكتسو أهالي أي الاستيقاد كسوتو سد أكتسو أهالي من النوم هردد لغا سوتو سي مسألة اللبات عادي آد شرع وكوبو ريي وآد وصنع ويهي ومرك هردد أد كسوتو ستيد هردد مرك أد كسوتو ستيد لأنه إنت هردد سي حالك يا وافكي وحبادن ويسبدلك لأنه آمس ديرنا واد قشي آمس ديرنا واد قشي أفكر أنه حالك يا با مركا إنه يسكود لكنا ومركا بخارك إيو كاربونك قده كإيمانا يبا وأساقي الكيه يعردك وكود عدعي وحي كإيمانا يعني بخارك إيو دبايشي يا كاربونك قده كسو بحيودان أيا لغيا وافكي إنه أوريي وحدونت يا علوش وحي كود حجري قيقي كسو كراي ما كاربونك كسو كراي أيو حالك يا با إنه أفكي كود عي إنتاس مركا مركا سوا مسألة إيدونا شرعي أد وأد كيي إن لا عليه السلام والثالث كان سدحاد عند القيام استاق أكتسو أهادي إلى الصلاة صلاة اللو استاق سواء وحاسما كانت الصلاة فرضا أو نفلا صلاة دي هنغة صلاة واجبة أما هنغة صلاة سنعة مركز تقود صلاة استاقيسو لأنه حوي وأعظم مناجاة لرب العالمين ومرحلة أقوين وإلهي أدلك هو ديسو وإلهي اللفق ديسو وإلهي أدلها دليسو مركا مركا إلهي هر استاقيسو وإلهي أدلفق ديسو مركا سو حوي آد أي شرع وكاقد البضي إن هذا عدي ستدو ويتأكد عدي السنة ديسو ويأتكاتا أيضا سيدي هر في غير ثلاثة سدحدان غير كيدنا عدي السنة نمديسو ويكسي أتكاتا سدح لا سؤال مذكورة إلا سوشيغي ومما إيه الذي كيئة هو ما قم مذكور لغو حسي في المضولات كتابة لدير ديري لغو حسي كتابة ووين سدح مسألة أمبو شيخ نوشيغي مويي مسائل كعاديغة إن لا عادي سدو آد شرعي وكاقد البضي سدح لا ويكبدينيه محاكم إذا مسائل كلغو شيغي كتابة ووين وذلك كقراءة القرآن قرآنك آخرين تيسي وكالي مركا دونيس قرآنك إناد آخرين سيد وآخرين سيد باللاودد وحاات شرعك كواقد البدا إناد علي ستد لأنه واحد آخرين إيسا أعظم ذكر لرب العالمين وحي إلهي اللغو حسوحي أقوينا وكلام رب العزة رب العزة هذا الكيسي أريديسي أياد آخرين مركا ويني احترام احترام ومن باب التعظيم والتوقير لكلام الله وينينت إلهي هذا الكيس اللي وينين أيوه واسفرار الأسنان وعند اسفرار الأسنان الكه جالو بدي دي أكتيدنا ما يوحن كعدف إنا كقراءة كافتاس كعدف كقراءة قراءة النفتي دي كعدف قراءة وذلك كقراءة القرآن قرآن كآخرين تيسي أوكالي وكاسفرار الأسنان الكه جالو بدي دي أوكالي الكيه كاو صخوبي وجال النقضي الكيها جعل النقضي أو كاو الصخوبي مركا أنا شرعي وآدو كوغو أتكي إنا مركا عادي ستد ويسنو حاكال الله سنية أن ينوي بسواك عادي إنو أني يستو السنة سنة دي النبي صلى الله عليه وسلم مركا عادي سنة يسد عادة أهان هو عادي سنة واسك عادي إن لا عادي سنة واسك عادي إن لا عادي سنة هدهن نية الاتباع للرسول الله عليه نية ذا سفي عنك عليه يعني وحن كن راعي وان كن نولين سنة دي النبي صلى الله وسلم مبارك عليه ساس النيسو سياد أجر وغهشت هداد لكن سعادي يسد طبيعي أدو عليه سنة يسد وحجر كمهل يسد وحجر
كما هليسد واسك عادي إن لا عليسد وهدادو عليسنيسد أجر كما هليسد برك نية الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستاك إنو عليسد أي الله سنية بيمينه ملكتي سولي بينو كو عليسد سيدي النبي سمي جري صلى الله عليه وسلم بدحدا مايا بدحدا لغم عليسنية ملكتا سنية لغو عليسد ويبدأ وأن يبدأ أن ينوي ذا سنكو عطفينا ويسنح على سنية أن ينوي إنو نيستو وأن يبدأ إنو كب الله يا الله سنية بالجانب دين عاو كب الله دين عاسو على إيمان مدكتا دين عاسو من فمه أفكي سكمدا واقتداء برسول الله سيدا النبي قول سميت ريس صلى الله عليه وسلم دين عام مدكتا وأفكي كمدا هل كائنات كب الله دو إلا وحو البو الشرف له مدكتا إسكاله إنو كب الله وحو البو كرامة إيا الشرف باله مدكتا إسكالي أن نقول بالله مركا أفكا دينا عن مدكتا تقول بالله وأن يمر إنو مرمرسيو إنو مرمريو أي الله سنة يهو أي سواك عدي على سقف حلقه لون تيسر لون تاسان قافكير لون تاسان قافكير محالة لغير جيدا وماشا سكروا ودن حنقا أنو نقان دن حنقا كوري دن حنقا كوري ماشا أنو نقان الكاسد مرمرينه أيش أقوله كوجرته قد كاو الكاس العرب يعني إحساس مرمرين إمرارا مرمرين أد مرمريسو إمرار كاس والله ضيفا دمرين له حوك هو مرمريو هلا يعني عاد يقول دبعتك وجرسيو لا ماشوا سكتش العصنت هاي ماشوا سيدي وجوسها الكه أو كلام ما هني ما لي رأوا سكتش العصن هو مركا إمرار الله ضيف ودمرين كوجرته أيه ترتيب مرمريو وعلى كراسي أدراجه وعلى كراسي حقيقة عطفنا على سقف قعدف على سقف حلقه إنه مرمري وعلى كراسي أدراسه جوسه سجوسهاس كركو ذن إنه مرمري هذا كرسي كراسي وجمع كرسي لقاهن كرسي أو بضم الكافية محل جمعي كراسي أو هذا الشيء فعالية يا لغو جمعي مركا محين نقنة لغة السيدة هدان أفسر محين نقنة وعلى كراسي أدراسه قوسيه سكرسيالكو ذا إنو مرمري قوسكو كرسيو لي حقا كرسيو أهم حالة قليل شيء وماشن قوسكو كركي ساو قوسكو كركي سا كرسي هالكا سالة قليل شيء لكن هذا محالة قليل جيدة أولي جيدة وأن قوسكو كركي ساو المرمري ماشان كوسك كركي ساو حلقو شبهي كرسي يلقو شبهي كرسي أي يلقو شبهي لكن حقيقة ما حلق الجيدة كوسك أن كركي سمر مري حلق الجيدة وعلى كراسي أدراسه كوسيه سكوسه كرسي الكودة إنه مر مري وماشان كوسك أو كرسي ساو أي الله سنة والله سبحانه وتعالى